انا اليوم غندوي لكم على كيفاش تولدت. انا ما تولدتش كتسمعوا بمطاح ليا بنادم، انا هو داك بنادم اللي طاح. انا راه كانت حامله بيا الوالده، كانت كتوهم على خالي. خالي كان زوين وطويل وعنده الموسطاج. نهار ولدتني مشى الزين مشى الطول بقى الموسطاج. انا نهار ولدتني كطات مكان داك السبيطار عامر خوا. في الاول كانوا كيتصحابوني ديناصور، من بعد بقيت انا ويا واحد الطبيب. داك الطبيب بقى كيشوف بيا ويشوف بيا يشوف بيا ويشوف بيا. بان لي داك الشيء ما مكادش، قال لي هذه الولده الاولى، قالت لي قال لها ما تزيديش الثانيه. انا هو اللي غنات عليا الداوديه، داك الديسك اللي داب بم وحماده راك سقطتي في الشهاده. فعلا سقطت في الشهاده، ولكن بغيت نعرف علاش كون قال الداوديه. انا نهار تزاديت فمي كامل، مع تزاديت قلت لهم عطوني نتغدى. انا راه باقي بمصراني كليت نص في الطون. ولاد الدب عرفتي راه كلهم تاداو، النص فيهم عضيتو. كان فمي هو السلاح الفتاك ديالي، اللي كيتزايد معايا في الهضره كيدي عضة، لدرجة ولاو كيقولوا لي حمادة الهاسكي. وكاين لي وكاين اللي كيدلعني كيقول لي التمساح. اما الزين بدوش علي. انا هو اللي خرج علي داك المثل ديال كيطيح الزازور من فوق الصور. انا راه طيحتهم جوج. انا راه بكثره الجمال اللي عطاني سيدي ربي كانوا كيقولوا لي في الدار منار، ما عرفت فين كنشبه ليها، واش هنا ولا هنا ولا. تعرفت على واحد الدريه، تعرفت على واحد الدرية عرفتي صبرت معايا حتى عيات. واحد النهار هي تقول لي واش في خبارك حماد انت راك خيبوع. قلت لها واش في خبارك، اول مره غنسمع هاد الهضره. قالت لي خاصك تمشي دير تجميل. فعلا مشيت بغيت ندير تجميل، دخلت عند واحد الطبيب ريحت. جا قال لي اش بغيتي، قلت لي بغيت ندير البوتوكس وندير الفيلر. شي ساعة هو كيشوف فيا، قال لي شوف غدا رجع. مشيت رجعت لقيتو سد العيادة بمرح. واخا تشوفوني بحال هكا راقية، أنا راك كيبدا الدخول لمدراسي كيعطيو الدراري كيقولوا لهم جيبوا قومة جيبوا ميمحة جيبوا شكارة. أنا لا، كيقولوا لي جيب عتلة جيب راطو جيب بالا. كانوا عاطيني الجردة، الجردة طلعت وأنا سقطت. كلكم فاش بغيتو تدخلوا اول ما المدرسه بكيتو. انا لا، الاستاذه هي اللي بكات، كنت كناكل باكيه ديال الطباشير على الريق. اما داك اخضر اصفر احمر طباشير كان عندي بحال الديسير. انا راه بكثرة الغباء اللي عطاني سيدي ربي في ديك المدرسة كنت كنكون حاضر وكتقيدني غائب، حيت الجو تا هي اللي حاضر. انا راه بكثرة الغباء اللي كنت كنعيش في ديك المدرسة كان كيقول لي الاستاذ ارفع ارفع، كنقول له 44 66 77 ما كنبغيش العد براسي. اش قالت لي ربعة تنضرب في ربعة؟ واش هنا جينا القرا ولا جينا نضافو؟ واحد راه دخلت عنده واحد الاستاذ ديال الفرنسي ويطرح علينا سؤال، قال لي كيلي لو ناغاتور دو سي تيكس، واش هنا جينا القرا ولا جينا نوصلو الهضره؟
واخر حاجه بغيت نقول لكم واخا تشوفوني بحال هكا دابا شحال من وحده مايحه هنا ولا كتشوفني عبر التلفاز كتقول خطره الله لك عمل الجمال اللي عطاك سيدك عادي 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 واللي عنده شي اعتراض راه عنده الحق. السلام عليكم. تبارك الله عليك. ربي يخليك. بعدا لبست كل مرة. زين. 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 تبارك الله على التواضع. زين ياك. زين. تيق في راسك. تيق في راسك بزاف. المهم نمشيو نتعرفوا على رأي لجنة التحكيم. في حمادة.